الأسنان شيء مهم جدا، وعالم الأسنان عالم سحر. أنا قعدت سنين على ما وصلت إن لا أنا هعمل أشعة مقطعية وأنا بخلع ضرس العقل عشان أنا مش عايزة مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش أبدا إن مريض السكر مش هيزرع. المشكلة بتقابلني في التقويم إن بيجيلي العيان أوريدي مركب الجهاز، الحالة متشخصة غلط ويقول لي صلحي. العالم فيه تقدم كبير جدا في العيادة الأسنان جدا. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من ضرس ويقول لك أنا عملته علاج جذور وطلع خراج وقعد ينزل في مدة وحصل وحصل وحصل، أبص في بقه الضرس مش موجود أصلا. مساء الخير، أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنانه. أنا اكتشفت إن موضوع التشخيص موضوع في منتهى الأهمية ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي. ملوش أي علاقة. والعقل اللي رايح مسافر ده مش ملوش علاقة دخل على الضرس العقل ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق ان الدكتور مش تاجر، الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي فرحتك. الدكتور اسراء احمد السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كليه طب القصر العيني، ماجستير جراحه الفم والاسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. هي لازم أروح طبعاً عشان أهتم بيها يعني وكده. على طول أول ما أحس بألم أروح له على طول. لا بستنى لما يبقى في وجع شديد يعني. أكيد لازم أروح للدكتور عشان أعرف بعد كده آكل أعرف عن أي حاجة. لا مش هروح للدكتور لا. عشان ما تحصلش مضاعفات بعد كده. لا أنا بروح لدكتور الأسنان عادي. لا الأسنان لازم نروح للدكتور على طول. لا هاخد مسكنات الأول وأغسله، لو كده لو نفع يعني وتعالج ماشي. لو ما تعالجش اروح للدكتور عشان ما يأثرش وما يأذيش ضروس جنبه. لا ضرس وجعنا كده اخلاق يعني اروح للدكتور اي حاجه يعني. السنان بالذات من الحاجات اللي ما ينفعش فيها غير انها اروح لدكتور يعني. ممكن نغسلها، ممكن ناخد مسكن، ممكن اي علاج، دي اخر حاجه بعد كده بنفكر فيها احنا نروح لدكتور لما نتعب خالص. والله لو هاخد مسكن هاخد مسكن حاجه مؤقته بس، لكن اساسي ان انا لازم اروح للدكتور يعني. فعلا بيعمل مشكله، بس دكاتره الاسنان دايما وقتهم طويل قوي ودي حاجه بتاثر على الواحد لما بيروح عندهم فعلا يعني. ما بيروحوش على طول يعني، بيستنوا شويه بقى لحد ما الالم يوجعهم قوي. اهلا بيكم، النهارده يوم مهم في عالم الاسنان مع ضيفتي العزيزه المبدعه. خلينا اقول لكم ان احنا بندمر سناننا. طب عملوا تجربه لطيفه جدا جدا في طب الاسنان، وجابوا سنان حطوها في المشروبات الغازيه، التاكلت المشروبات السنانه التاكلت من المشروبات الغازيه. التجربه دي مهمه جدا، هي طويله، معرفش يعني لو هتختصروها بقى اختصروها، لان انا يعني عايز اوصل للناس بس المعلومه. السنه تلاشت، المشروبات الغازيه اللي حضرتك بتشربها عمال على بطال دي مخيفة جدا وممكن تدمر سنانك وتعمل اهي. بص السنة راحت يا باشا، السنة بعد ما كانت سنة عظيمة جدا. طبعا هي مش فايبل بره الجسم صحيح، والتجربة مش دقيقة قوي لان الفايبلتي اكيد هتأثر على عمر السنة وتعرضها لعامل التعرية، لكن دايخل ما ينكرليش او ما ينكرش ان عوامل تأثر السنان بمشروبات الغازية عوامل مخيفة للغاية. في اخطاء وحركات احنا بنعملها غلط كتير قوي، مثلا اكل السكريات. كلنا للاسف بناكل سكريات بتضر اسناننا، حلويات، الكحول اللي الناس بقى مش كويسه اللي ما بحبهمش خالص بيشربوا كحول، دول مش بحبهمش يعني بكرههم، لا ما بحبش تصرفهم يعني. يعني احنا منهيين ان احنا نكره حد، لكن انا بقول لك لا ما بحبش ان انت تبقى كده. فسح يا اخي واخرج واتبسط واضحك وعيش، او مين قال لك الكحول ده بيضحك يعني؟ حاجه هبل. برضه الناس اللي ما يحبش تصرفهم التدخين، يا اخي ارجوك ما تدخنش، السنان بتتاثر بالتدخين بشكل كبير جدا. الكز على السنان دي حاجه ما نقدرش بقى يعني بيني وبينكم نقول للناس يعني صعب على فكره ان الناس اللي تيجي دي عمليه صعبه جدا. الكز على السنان بيدمر السنان،
بس هنيجي نقول لك ما تكسش اسنانك بتتغاظ، حاجه بتغيظ يعني طول اليوم الواحد بيتغاظ. برضو ان انت في عاده غريبه جدا اللي هي شرب العصائر الكثير زياده عن اللزوم وقطم الضوافر، ده مضر للسنان وده مضر للسنان. في ناس كتير قوي مثلا من ضمن الناس كانت بتكذب على سنانها على فكره وعثرت على سنانها كتير بس عدلتها، يعني ديمي مور. ديمي مور كانت من الممثلات اللي شوفوا بص ديمي مور دلوقتي سنانها عامله ازاي. ديمي مور ما كانتش سنانها كده، لا ما كانتش سنانها كده خالص، سنانها كانت عامله ازاي بقى وروني سنانها. اه ده كانت مش معقول دي كانت سنانها دي ولا كان فيلم ده ولا ايه، معقوله ماشي. بس ديمي مور كانت سنانها وحشه فعلا من زمان لو فاكرين بقى الافلام القديمه، يعني سنانها دلوقتي اعتقد افضل كتير جدا يعني، لانه طب الاسنان طب متقدم للغايه. على فكره كل نجوم السينما العالميه بلا استثناء عاملين سنان، بلا استثناء ما شفتش نجم من نجوم السينما العالميه الا عامل سنان، ومميزين قوي معظمهم 90% منهم عاملينها صح او 95 عاملينها من ناحيه اللون صح، مفيش اوفر ابيض قوي. في مصر لسه بعتقد بس بدأوا يفهموا الناس، بدأوا يفهموا ان انا ما اعملش اوفر ابيض قوي، اعملها مناسبه للون بشرتي. زي ما قلت لكم النهارده يوم ممتع للغايه وقصص ومواويل اسنان حلوه مواويل دي مع ضيفتي العزيزه التي تبدع دائما باسلوبها الراقي الجميل وتمتعني وبالباشن بتاعها الحماس الطبي بتبهرني الحقيقه، يعني حماس بيبقى جامد جدا وخوف على مصلحة المريض بكل كلمة بكل سطر بكل قصة. النهاردة ضيفة العزيزة الاسم المتميز للغاية الأستاذ الدكتورة إسراء السعيد استشاري جراحة الفم والأسنان بكلية الطب وصاحبة ماجستير جراحة الفم والأسنان بكلية الطب بجامعة القاهرة، ماجستير جراحة الفم والأسنان وصاحبة الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان من جامعة سيفيا وعضو الجمعية الأمريكية لجراحات الاسنان الاسم المتميز للغايه. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور ايمن، منوراني. ربنا يخليك ده نورك. نجوم السينما كلهم بيعملوا اسنانهم؟ اه طبعا. اه ما ينفعش، ما ينفعش نجم يطلع يقابل الناس او الناس بتبقى شايفاه ان دوت قدوه وحاجه جميله هيطلع باسنان مكسره. انا مش عارفه ازاي ديمي مور كانت ماشيه بسنه انا معرفش ده فيلم اعتقد ان هو فيلم، اعتقد ان دي لقطه في فيلم. اه اعتقد برضو لقطه في فيلم، مش منطقي انها يعني صعب، يعني دايما الناس الفنانين بيبقى احساسهم مرهف قوي، صعب انها تكون سابت نفسها كده يعني انا بقى اتوقع يعني. لكن اي فنان او العبقري، العبقري بمناسبه الفن يعني محمود حميده، بس ده عبقري يعني، ده ستايل، ده دماغ ثانيه خالص. فقد سنتين او بين اربعه، انا مش متاكد من عدد السنين، أربعة، خلعهم بإرادته. ليه؟ الأماميين. كان بيعمل فيلم اسمه جنة الشياطين وكان في دور في جنة الشياطين، الفيلم الدور ده كان صامت اللي واحد ميت، ميت يخلع سنانه. آه وهو كان طبعا يعني ال- ال- القصة يعني قصة يعني يعني قصة مهمة جدا جدا في انتقال الإنسان من حياة روتينية محددة إلى حياة مطلقة الحرية، يعني سينما مختلفة، مختلفة يعني. آه سينما مختلفة وعمل وطبعا زرع السنان بعد كده، بس لا ده يعني حب الفن حاجة طبعا. دايما اللي عندهم الإحساس المرهف والحاجة الفنية دول بيدوا كتير قوي علشان يخلوا الدور فعلا واقعي. بس ثقة كمان في طب الأسنان انه هيرجعوا انه هيعرف يرجع له، هيرجعوا له السنان قريبه من الطبيعي. قولي لي كنت عايز تقولي ايه الفن دلوقتي؟ لا الفنانين عموما لما بيكونوا او اي شخصيه بتقابل المجتمع بتبقى عايزه تظهر في احسن صوره، فلازم هيكون عامل سنان، لازم هيكون عامل سنان، ومش ممكن هيبقى ماشي بسنه مكسره وسنان غامقه وي وي وي، لان الناس ديت فاهمه كويس قوي المعتقد الرئيسي ان انت الفيرست امبريشن لاست، دايما ال الناس لما بتشوفك هو دوت اكتر حاجه بتعلق في ذاكره اللي قدامك، ودايما الشكل اللائق المتوازن بتفرق كتير في ثقتك بنفسك وفي قبول الاخرين ليك. حقيقي بتفرق كتير يعني. فلازم يكون عاملين سنانهم طبعا، منطقي. قبل ما ندخل في الحالات قسمي لي كده الناس يعني تقسيمه عامه في رايك اللي بيجوا كلاينتس، الكلاينتس او تجميل الاسنان بالذات، تجميل الاسنان، يا اما حد جاي مصر جدا 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 ان هو يعمل اسنانه
بس اتأخر شوية والدنيا ما بقتش مظبوطة معاه وفي سكر وداخل معانا شوية عوائق، يا إما حد جاي يعمل تقويم جاي يعمل تجميل للأسنان بس هو عايز يطلع كوبي من شخص معين، ودوت مش منطقي، لازم الإنسان يطلع هو، ما ينفعش أطلعه واحد تاني. يا إما ناس بقى مش مهتمة خالص ولا مهتمة وجايين مجاملة لحد، حد جابهم بقى، يعني دايما تلاقي واحدة مامتها جايباها، واحدة جوزها جايبها، اللي هي إيه، طب اعملي اللي أنت عايزاه وخلصينا، يعني اللي هو إيه، هي مش مقتنعة بالموضوع بس يلا أدام دوت اللي هيرضي جوزي أو هيرضي بتاع اعملي لي وخلاص، أنا مكسوفة مش عارفة أقعد مع أحفادي، اعملي لي تجميل يعني المهم أنا بقى عارف أقعد مع أحفادي، عارف إن أنا أقابل الناس، رغم إن بيبقى سنهم يعني مش كبير، بس يعني فكرة التجميل ما تصورش إنها تبقى طالعة منهم. يعني أنا هقول لك مثلا على حاجة ما أعتقدش إن في أي حد عملها قبلي في التاريخ. شخص جميل بكل المقاييس، 93 سنة، أنا حتى افتكرت نفسي مش عارفة أقرأ، يعني وأنا ببص على الإيدج مش عارفه انا انتوا كاتبين غلط ولا ايه، 93 جاي يعمل تجميل. يا جماعه يا جماعه الاحساس ما بيرتبطش بسن طبعا اطلاقا. ال- 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 الحد اللي عايز يكون جميل وعايز يعيش مبسوط وفعلا لوكينج فور هابينس، فعلا ما فيش حاجه اسمها سن في الموضوع ده فعلا، وما فيش حاجه اسمها ست وراجل. يعني البيشنت دوت على فكره من الناس اللي انا يعني حبيته جدا جدا جدا، لان انا اتمنى ان انا لما طبعا اكيد مش هجيب السن ده، بس لو جبت السن ده اتمنى اكون بالفكر دوت. ربنا يبارك له يا رب في عمره يا رب. واحنا بنتكلم النهارده على الحالات وعلى القصه اللي هتحكيها لي، برضو تكلمين على الديماند بتاع البيش، الاحتياجات بتاع البيش، المتطلبات. في ناس هاي ديماند، في ناس ميديوم ديماند، في ناس لو ديماند، بالظبط زي ما انت عايزه قولي لي واحكي لي. بص، هو عاده الناس بتكون عايزه احسن حاجه على الاطلاق، والاهم من ده كله ان اللي يشوفها يقول لها الله انت جميله، دي اكتر حاجه العيان بيكون عايزها. لكن ميديوم واللو ديمانس ما اعتقدش ان هي بتجيلي، لان انا دايما اللي بيجولي بيبقى الديمانس بتاعتهم عاليه قوي، يعني بنقدر نترجمها سقف طموحهم عالي، ما بيجيليش الناس اللي يقول لك اعملي لي وخلاص، لا، الناس بتبقى عايزه البرفكشن، عايزه ان هي تعمل عندي اللي لو راحت امريكا هتعمل نفس المستوى ده. فما عنديش الميديوم واللو ديمانس حقيقي، بس الناس ديت انا بحاول دايما ان انا اتكلم معاهم او بقعد حد معاهم من الستاف بتاعي يشرح لهم كل التفاصيل، كل الخطوات، كل حاجه هتحصل، علشان دائما وابدا الناس اللي بتبقى هاي ديمانس بيكونوا عايزين يعرفوا كل التفاصيل، مش بيبقى حتى الانتي بايوتكس او المضادات الحيويه اللي هياخدوها بعد الشغل، كل حاجه ما بيحبوش اي حاجه تبقى مزد. دي عادة الكاتيجوري اللي أنا بتعامل معاه. أول واحد وأول قصة لواحد مش عارف ليه حاسس إنه لازم يكون اسمه ممتاز، اسمه كده أستاذ ممتاز. أستاذ ممتاز ده في ناس كده الكلام الناس بيفرق، أستاذ ممتاز بتاع كلام الناس. أيوه. أوكي. قال لك أنا عملت تجميل سناني، لكن سناني مش طبيعي، مش طبيعي. ايوه، هي دي الناس الهاي ديماندز. كل واحد يسالني انت عملت ايه في سنانك؟ ده اجنبي كده. كده اجنبي. ادام الناس سالت عملت ايه في سنانك، دي في حد ذاتها حاجه مش حلوه. ايه الحل بقى؟ ارجع لسناني الطبيعيه تاني ولا لا؟ الاول عايز اعرف هو كان ايه وبقى ايه، لان دي تفرق كتير. يعني دايما اول ما بيجي حد يقول لي انا عايز اعمل فينيرز او انا عايز اعمل فينيرز او كده، اقول له انت عايز توصل لايه وانا اوصلك. ده سؤال دائما وابدا بقوله في التجميل، ليه؟ بيفرق معايا كتير، والعيان غالبا بينسى يقول كل الداتا. يعني ممكن تلاقي حد مثلا عايزه تعمل فينيرز او تجميل في الاسنان الاماميه عشان عندها بروز بسيط في الاسنان، مش عايزه تعمل تقويم. لازم اسالها عايزه توصلي لايه، عايز تشوف نفسك ازاي، علشان انا اعرف اوصله. فلو هو بيتكلم او هي بتتكلم في تجميل علشان ادخل البروز، دي لي بلان تانية، بلان غير ان انا اقول يلا اقعد حط فينيرز باي باي خلصنا. لا، في ناس تيجي تقول انا عايزه كل حاجه از اتز، بس عايزه افتح لون اسناني، دي قصه تانية. في ناس تيجي تقول لا انا عايزه اعمل تجميل بقى، عايزه افرد السنان وعايزه اظبط السنان تبقى طول بعضها، ومش عايزه سنه مش قد التانيه، وعايزه وعايزه وعايزه، لا دي خط تالت، واخد بالك؟ يعني مثلا الحاله دي
دي مدام لطيفة جدا، دي عندها مشكلة في تكوين الأسنان. لو تاخد بالك حضرتك كل الأسنان فيها باتشز بيضة كده وفيها ضعف في التكوين واضح جدا جدا. راحت لدكتور تفكيره أداه أدى يعني بيه إن هو هيعمل حشوات للأسنان يغطي بيها السيرفس الخارجي بتاع الثلاث سنات الأمامية. اشمعنى ثلاثة؟ مش عارفة هو حب يعمل كده أو دول أكتر حاجة كانت واضح فيها الباتشز مثلا، ده اللي هو عمله. فأدى اللون إلى إن الثلاثة دولت يكونوا غامقين وشكلهم حقيقي مش حلو، بالعكس يعني إحنا لو كنا سيبنا أسنانها مبطشة كان هيبقى أحلى. الحالة دي عملنا لها إيه؟ طبعا ده الفاينل بتاعها. الحالة دي كل السنان اتعملت فينيرز كلها، ظبطنا خط اللسة لأن السنان كانت استنتد وقصيرة، عملنا تظبيط في لون اللسة نفسه، عدلنا فيه شوية علشان نوصل للنتيجة دي. دي من البيشنتس أو من الكلاينتس الهاي ديماندز اللي هو إيه؟ أنا عايزة أطلع ما عنديش بروز، ما عنديش لون مختلف، ما عنديش مشكلة في خط اللسة، ما عنديش أي حاجة، عايزة أطلع 10 من 10. بيرفكشنستيك. بيرفكشنستيك يعني نشيدة للكمال، جاي من بيرفكت. الناس اللي بتحب البيرفكشن ده بتكون شغال معاهم وانت عمال تفكر في كل الاتجاهات عشان ما فيش اي حاجه تعدي، لان الناس دولت بيبقوا بيلاحظوا كل التفاصيل. ماشي، بس هي جايه عشان تاخد النتيجه اللي هي عايزاها. الطب شيء رائع طبعا، لانها عايزه توصل لنتيجه وهي جايه من اخر الدنيا وجايه سفر، اكيد مش جايه عشان تاخد الشغل كان ممكن تعمله في المحافظه اللي هي فيها، هي عايزه تعمل حاجه كانها سافرت بره وعملتها. فالحاله ديت من الحالات اللي خدت شغل وتفكير، عشان كده استاذ ممتاز وهو بيحكي قصته كان ايه وبقى ايه، عشان انا اقول له دي ايه اللي حصل، ليه هو فقد الناتشرال ابييرنس، ليه فقدها. اكيد عنده بروز واتحطت الفينيرز فوق البروز فبقى بقه طالع لقدام، بقى المنظر مبالغ فيه، مش عارف يقول انا فيا ايه، او كان عنده فرق في الاسنان كبير قوي ما ينفعش يتقفل بفينيرز، فالحد اللي اشتغله قفله قوي فبقت حجم السنان بقت عامله زي بلوكات الطوب اللي جنب بعضها، ففقد الشكل الطبيعي، ما فيش حد اسنانه بتبقى بلوكات 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 كده جنب بعضها. فعشان يفقد الطبيعيه في الاسنان اكيد كان في حاجه ميس دايجنوزس ما تشخصتش صح فادت المنظر الغير طبيعي. التاني، الحالة التانية بقى حاج يعني حاج عطية يقول لك ايه، انا عايز اقول للأبلة الدكتورة فانا خسرت 4 سنان فوق وتحت وتكلفة الزراعة غالية خالص، غالية على أولي، اركب تركيبات ثابتي ولا متحركة؟ طيب احنا بنقول الحاج عطية مبدئيا الزراعة مش غالية، انا مش علولة. عارفه علاوله، انا مش عارفه يعني علاوله، بس ماشي علاوله دي يعني إذا ترم فروم الشرقيه هنعرف الشرقيه مشهورين بحاجات تانية بس مش دي فرخه ليها وراك. لا ايوه مش لها وراك، مش لها وراك، مش وراك وراك. لا انا مش انا دي ترند خلاص، دي ترند خلاص. لا في ناس اصل بتوع الزقازيق ما بينطقوش اللهجه دي كده، اللي بينطقوا بقى كوبريه فاقوس دول اللي بينطقوا اللهجه صح. يعني انا عندي الستاف بتاعي معظمه زقازيق فانا مش عارفه ليه، غالبا انا بنقيهم زجازيق. قول لي اعظم شعوب العالم هم فعلا كلهم شطار وكلهم مؤدبين وبيسمعوا الكلام، هم محترمين جدا. الشراقوه مميزين بس هم مزيج الصعايده مع القاهريين، يعني هو اللي واقف في النص فعلا. لا نص ومين بقى اللي بيدافع خير. مين اللي بيدافع؟ دكتور ايمن. لا انا اتعاملت فعلا مع شرقاويين كتير، بس فعلا الـ يعني اتعاملت بكام على اللي عندي، الستاف اللي عندي حقيقي اكستريملي ديسنت، مؤدبين جدا، بيسمعوا الكلام في حالهم. اجمل حاجه في الكون. لا وبعدين صاحبه ومخلص حقيقي جدعان قوي، وعلى فكره ممكن يبقى الباقيين يعني باقي المحافظات حلوين برضه، بس انا جدا صدفه جدا، بس احنا معظم اللي اتعاملت معاهم والصعيده بنتنافس في الكرم والله. الكرم طبعا ما شاء الله. الشرق واحنا عايزين انا عندي برضه فعلا كرم قوي محترمين جدا فعلا والله. مش عشان هم الاستاف بتاعي بس، هم فعلا كويسين فعلا. يعني
هم لو مش كويسين ما كانوش كملوا معايا اساسا. لا طبعا. لا مش هسكت لهم. فكنت بقول لك ايه، مبدئيا انا ما بحبش مبدا ان انا ابعد عن الزراعه. ليه؟ دايما انا بميل، ودي فعلا مشكله عندي، دايما بميل للنيتشر. اي حاجه ناتشرال زي ما ربنا خلقها بملها جدا جدا، مش بحب اي حاجه غير عاديه. الزراعه مش غاليه، بس في الناس عندها معتقد ده اللي مغلي الزراعه. انت مثلا بيسال الدكتور الزرعه بكام، يقول له الزرعه باكس، فيقوم ضارب الاكس في عدد الاسنان المخلوعه. غلط. مين اللي قال كده؟ يعني انا اكتر من مره بتسال، يعني انا دلوقتي خلع كل اسنان يحط 32 زرعه؟ لا يا جماعه، ما حدش بيعمل كده، مفيش حاجه اسمها كده. دايما تلاقي مثلا على صفحه الفيسبوك، طب انا عندي 6 مخلوعين هحط 6؟ برده لا، مفيش كده. بتفرق التقسيمه قدام غير ورا. قدام الحمل بتاعها ما حدش بياكل قدام، عاده بيبقى على قد القطم، فممكن الاربعه كلهم تحملهم على زرعتين. ورا لا، بتزود عدد الزرعات شويه عشان ورا في مضغ وماستيكيشن وفي حروب قائمه في الاسنان الخلفيه، فلازم بتزود عدد الزرعات. يعني ممكن مثلا تبقى خالع من اول الناب للاخر تحط 3 زرعات كفايه، مش هتحط كل العدد ده. فمبدا ان الزراعه غاليه، لا هي مش غاليه، هي الحاجه الادوم والاجود. فاحنا ممكن نعمل زرعتين بس في التركيب، هنحط الاربعه اكيد، مش هنحط له 2 ونسيب 2. ففكره غاليه ما ينفعش. نفس المبدا لما الواحد بيبقى تعبان يروح يشتري الدواء الكويس الغالي اللي يخففه، ولا يجيب الدواء الرخيص مش مهم يخف. نفس الطريقه دي لازم الناس تفكر بيها، لا هروح اشتري الغالي اللي يخففني، مش هشتري الرخيص اللي مش هيفرق معايا في حاجه واكمل عيان. لازم الناس يبقى عندها الكونسبت بتاع لا اصرف شويه، ومش غالي على فكره. يعني الزرعه تقريبا بثمن علاج الجذور والطربيش، يعني الطربوش وعلاج الجذور، ففين فين المشكله؟ لا هي مش غاليه. هي اللي بيغلي الزرعه، عشان برضو يكون يعني فرانكلي سبيكينج، اللي بيغليها ان الناس بتسيب الدنيا قوي لحد لما بتبقى اتكلفت كتير. زي بالظبط اللي عنده بيته مطنشه بقاله 20 سنه، فيوم ما يقرر يظبط البيت هيلاقي النقاشه بايظه، النجاره بايظه، السباكه بايظه، يقول لك ايه يا عم ايه اللي فتح عليا ده كله؟ عشان حضرتك سايب الامور دي 20 30 سنه. بالظبط السنان كده، بتسيب الدنيا 20 30 سنه مكسره، تيجي بعد كده تظبطها تلاقي التكاليف عاليه لان الدنيا تدهورت. يعني لو الناس قبل ما تخلع فكرت تزرع، يتعمل مقطعية، نخلع السنة، نحط الزرعة، شكرا خلاص كده. بعد فترة ما هتعلق عليها أو هتحط عليها الويت بتاع أو الدرس بتاعها. لكن لما نسيب، لما العظم يتآكل، الجيب الأنفي ينزل، العظم يكون فيري سوفت، اللثة اتاكلت، محتاجين كمان نرقع لثة، يجي المريض يقول لك لا الزراعة غالية. لا يا فندم، مش الزراعة اللي غالية، احنا اللي سيبنا الدنيا دي كلها. زي اللي بيعمل مثلا قطع غيار لعربيته، انت استنيت لما العجله بتاعت العربيه باظت والرادياتير باظ والمش عارفه ايه باظ وبتاع، تيجي تقول لك ده انا عملت صيانه للعربيه بقد كده. لا يا فندم، حضرتك لو كنت عملت كل حاجه في وقتها اكيد ما كنتش هتتكلف كل التكاليف دي. فدي سمعه بيطلعها دائما اللي بيتكلف كتير، دائما وابدا اللي صوته عالي هو اللي قابل مشاكل، لكن اللي الحاجه مشيت معاه ببساطه اكيد مش هيتكلم. يعني واحد دخل خلع سنه، حط زرعه، طلع من عندي بسنه، هيعلي صوته يقول ايه؟ مش هيقول حاجه. لكن اللي دخل مثلا يعمل زراعه وحاس انها غاليه عنده، يقول لك يا ده زراعه طلعت غاليه، ده انا زعلان، ده انا متضايق، شوفوا لي بديل. لان اللي صوته عالي هو اللي قابل مشاكل، فهو اللي قابل مشاكل قابلها ليه؟ عشان هو ساب الامور لما تكبر. لكن احنا لو عملنا كل حاجه يعني اكتر حاجه بدري، اكيد مش هنقابل كل المشاكل دي. والله سنانهم بيرفكت، ونعمل اشعه مقطعيه نلاقي كيس دهني قد كده، ونلاقي مشاكل قد كده. لما المريض يقعد يفكر يقول لك اه ده انا وقعت على اسناني وانا عندي 10 سنين بس ما كانش عندي مشكله وانا عايش عادي. وكتير تلاقي عنده سيست والتجمعات ويقول لك بس انا ما عنديش اي شكوى. الولد دوت متاخر في التسنين، فراح للصيدلي قال له انا سنان ابني ما نزلتش، والولد عنده 9 سنين دلوقتي، السنان مش بتاع مش لاقيها. قال له خلاص روح هات لي مشرط، روح اشتري لي مشرط وكيس قطن صغير وهشق لك على السنه وزي الفل. اي حد عنده اسنان مفقوده، الحل الادوم والاليق هو الزراعه.